أعزائي مرحبا، أحييكم وأهنيكم بهالشهر الفضيل. معكم أختكم زهرة الخرجي من هذا الموقع ومن خلال مجلتكم المحبوبة مجلة صور الكويت. أحب أتكلم عن أعمالي طبعا في رمضان اللي طبعا تشوفونها يوميا على تلفزيون الكويت شارع 90 وعلى الراي وتلفزيون الكويت أخوات الدنيا مع الفنانة أم طلال. أتمنى أني أكون موجودة إن شاء الله في عيد الفطر، لكن للأسف تم الاعتذار وهي فرصة علشان أستمتع في العيد وأسافر. بعد العيد إن شاء الله عندي كذا عمل، عملين هما ثلاثة وإن شاء الله راح أختار منهم عملين. طبعا هنا عندنا شوية لويا قاعدين يسوون ديكورات، مع ذلك حبيتني أتكلم معاكم وأهنيكم طبعا بهذا الشهر الفضيل وأقول لكم بعد عيدكم مبارك، وتابعوني على هالموقع موقع مجلة صور الكويت. شكرا.